كم نسبة المئة من الثمانين؟ هذا النوع من المسائل تربك الأشخاص لأنها خادعة بعض الشيء لاحتوائها على 180، لكن ما هو مطلوب منا هو إيجاد نسبة، وهذا ما يزعج الأشخاص فيقولون هل علينا أن نقسم 100 على 80 أم 80 على 100 أو يجب استخدام شيء آخر، وعليك التفكير بما هي المصطلحات المستخدمة. المعطيات التي لدينا هنا هو أن 100 تشكل نسبة من 80، وهذه النسبة هي التي علينا إيجادها. إذن ما هي النسبة؟ أي أننا إذا قمنا بضرب 80 بهذه النسبة فسوف نحصل على 100. دعونا نوضحها بشكل آخر لنبدأ. لدينا 80، وإذا ضربناها بعدد ودعونا نرمز له بالرمز سين، واسمحوا لي أن أفعل هذا بلون مختلف. إذا ضربنا 80 بعدد ما فنحصل على 100. علينا إذن تحديد ما هو العدد الذي نضربه ب80 لنحصل على 100، وسنحل المسألة بهذه الطريقة لنحصل على قيمة سين، وما علينا فعله لاحقا هو تحويل الناتج إلى نسبة. طريقة أخرى توضح هذا هو أن نسأل أن هذه المئة هي ما سنحصل عليه عند ضرب سين ب80، وعند الحصول على قيمة سين يمكننا أن نحول هذه القيمة إلى نسبة مئوية. إذن هذا هو السؤال، والآن يمكننا الحل. إذا قمنا بضرب طرفي المعادلة ب80، إذن نقسم كل من الجانب الأيسر والجانب الأيمن على 80 فنحصل على قيمة سين. إذن سين تساوي 100 على 80. كلا العددين لهما العامل المشترك 20، إذن نقسم 100 على 20 يساوي 5، و80 على 20 يساوي 4. إذن لدينا قيمة سين في أبسط صورة هي 5 على 4، لكن هذه الصورة بالكسر والمطلوب هو إيجاد نسبة. فإذا كان المطلوب هو نسبة 100 من 80، بهذه الحالة نكون انتهينا، والآن يمكن القول أن 100 تساوي 5 على 4 من 80، وهذا الناتج صحيح بلا شك، لكن كما قلت ما هو مطلوب منا هو نسبة، لذلك علينا تحويل الكسر إلى نسبة، ولفعل هذا بطريقة سهلة علينا أن نحول الكسر إلى عدد عشري أولا. لنفعل هذا هنا 5 تقسيم 4 تعادل 5 مقسومة على 4، لذلك 5 تقسيم 4 دعونا نحدد هذا أولا، دعوني أكتبه باللون الأرجواني. 5 تقسيم 4 علينا استخراج الناتج بصورة عدد عشري، لذا سأضع بعض الأصفار. 5 تقسيم 4 يساوي 1، دعوني أبدل الألوان. 1 ضرب 4 يساوي 4. الآن نطرح 5 ناقص 4 يساوي 1، ننزل الصفر التالي، وبالطبع الفاصلة العشرية مكانها هنا، سأضعها هنا، ننزل الصفر التالي. 10 تقسيم 4 يساوي 2، 2 ضرب 4 يساوي 8، نطرح 10 ناقص 8 يساوي 2، ننزل الصفر التالي. 20 تقسيم 4 يساوي 5، 5 ضرب 4 يساوي 20، نطرح ولا يوجد باقي. إذن الناتج هو 1.25، أي أن 5 على 4 تعادل 5 مقسومة على 4 وتساوي 1.25%. إذن يمكن أن نقول أن 100 هو 1.25% ضرب 80 أو 1.25% من 80.
لكن إلى الآن لم نقم بإيجاد الناتج بصورة النسبة، إنه لا يزال عددا أو ما نسميه عدد عشري، لكن لدينا عدد صحيح وعدد عشري، وسيكون عدد مختلط إذا لم نحوله إلى صورة عدد عشري، فهو 1.25 أو 1.25%. هذا يعود لك ولكتابته على شكل نسبة، علينا أن نضربه بمئة أو تحريك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين طبعا، وسوف تكون نسبته إذن قمنا بتحريك الفاصلة العشرية منزلتين هي 125% بالنسبة المئوية. إذن 125 بالنسبة المئوية، وهذا منطقي حيث أن 100 تساوي 125% من 80، و80 تساوي 100% من 80، حيث أن 100% أكثر من 80، أي أنها في الواقع 1.1/4 من 80. ويمكنكم رؤية هذا هنا، وهذا منطقي، إنها 125%، أي أكثر من 100%. انتهينا، لقد حللنا المسألة والناتج 125% من 80.